في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الطائف قيل إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلا وقرأوا سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، فهل هذا النوع من القراءة جائز لأن يؤدي جماعة ومفرد؟ ما نعرف له أصل ويقرأ الأموات سورة الفاتحة، وإذا ما نعرف له أصل هذا ما أحدثه الناس. عند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان ثوب الميت، قاله جماعة، وحكى بعضه قول الجمهور، كما يصام عن من عليه صوم وكما يصدق عنه في المال. أقاس هذا على هذا، قال لا بأس يقرأ الموتى يتوب لهم القراءة، ولكن أنا ما أعلم في أدلة شرعية ما يدل على ذلك، والأولى ترك ذلك، الأولى أن يقرأ لنفسه ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين إذا ختم القرآن لا بأس. أما أن يقرأ قراءة يتوبها الميت الفاتحة أو البقرة أو ختمة كاملة ما أعرف له أصل، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا بأس بهذا، وأنه مثل ما يصدق عنه بالمال ومثل ما يدعى له مثل ما يحج عنه، أن هذا مثله قياسا عليه. وبعض اهل لم يصل الى القياس وقال لا يقاس العبادات، والاولى الا يقرا احد لاحد، بل يقرا لنفسه ويدعو عند ختمه بما يتيسر من الدعوات الطيبه لنفسه وللمسلمين، وهذا هو الاحوط والاولى فيما اعتقد. نعم. قياما مر واسع لانها اعظم السور، افضل السور. بس يقول قياما اعظم سوره في القران سوره الناس. قراتها يقول قياما، يعني كم فيها شوية من قد يكون غير مقصود القيام، قد يكون الله وما فيه لا شوية مفرد السؤال من الآن ما لها صلاة قيام.